مطاحن قوم عند قوم مناصب، هذا اللي يصير من صفقة يوم الخميس وحتى يوم الأحد ولحد هاي اللحظة. تصريحات نارية، سب وشتم، تنازلات وصلت لحد كسر العظم، كلها لعيون الكتلة الأكبر. بوس عمك، بوس خالك، تالي المالكي يلتقي بالنجيفي والخنجر، الصدر يوصل لبغداد بعد ما حمت الحديدة، العبادي مزعل فالح الفياض اللي أصدر بيان وبعدها نفى الموضوع. المالكي أقرب من تشكيل الكتلة الأكبر، والعبادي رضي فالح الفياض ويرجع كمنافس قوي على منصب رئيس الوزراء. بس شنو اللي دا يصير؟ منافسهم اللي اخترعوا المحاصصة، اخترعوا اليوم الفضاء الوطني، المطبخ السياسي العراقي كبير وواسع لدرجة تواجد ثلاث طباخين ماهرين ببغداد، بس دولة هالمرة محترفين. الأول هو محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي بحزب الله، وقاسم سليماني الغني عن التعريف والخط أحمر، وبريت موكورك مبعوث ترامب. يعني الطبخة كبيرة وتحتاج نار هادئة، عكس ما نسمعه من تصريحات عن قرب إعلان الكتلة الأكبر. وهذا كان واضح باجتماع سائرون والنصر والحكمة والوطنية البارحة، واللي أعلنوا عن تشكيل نواة للكتلة الأكبر، واصلين الجماعة إلى 163 نائب من غير الكرد، وانقلاب سني مفاجئ على قمة بابل، بس عرض إيراني مغري. خيارات سائرون والنصر والحكمة والوطنية خيارات متعددة، وأرضهم صلبة، ودولة القانون والفتح بحاجة للكرد بشروطهم الصعبة. لهذا الصراع راح يستمر بين إيران وأمريكا حول تشكيل الحكومة، وتبقى الكتل تسبح بمستنقع المنازعات، والشعب يتظاهر على مود مطالب محدودة ما ترتقي إلى مستوى الصراع الإقليمي والدولي. أرحب بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج بوضوح، أستضيف بها كل من الدكتور أيمن الشمري عضو ائتلاف سائرون، والدكتور علي جبار عضو ائتلاف دولة القانون، والأستاذ عبد السلام برواري العضو القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني. أرحب بضيوف الكرام، خلي البداية تكون من سائرون، من الدكتور أيمن الشمري. دكتور أيمن أرحب بك معنا ببرنامج بوضوح على شاشة قناة زاغروس. ليش ما اعترفتوا بفشل اجتماع يوم أمس بتشكيل الكتلة الأكبر والإعلان عن تشكيل نواة؟ تبرير كان لهذا الفشل، تفضل. شكرا جزيلا على الاستضافة، والشكر موصول لمشاهدي قناة زاغروس. تحية لحضرتك وأيضا لضيوفك الكرام، الله يحفظك. بالنسبة إلى يعني السؤال، أنا أعتقد أنه لا يمكن القول بفشل التحالف اللي أعلن عنه البارحة. هذا التحالف هو كان من المؤمل أن يعقد قبل الانتخابات، وتدخل هذه الكتل السياسية في تحالف واحد لخوض الانتخابات بعيدا عن الطائفية والتكتلات الإثنية، وإنما يكون هو تحالف عابر للطائفية والمذهبية. ولكن طبيعة المرحلة وطبيعة الحراك الانتخابي تطلبت أن يخوض كل حزب أو كل تحالف الانتخابات على حدة لمعرفة وزنه المجتمعي، وبالتالي يمكن أن يلتئم هذا التحالف بعد الانتخابات. وفعلا البارحة هي كانت هذه الاجتماع هو توقيع الرسمي يعني والإعلان الرسمي عن تحالف بين الكتل الأربعة. التحالف موجود دكتور أيمن. الوطنية دكتور أيمن، التحالف موجود، التحالف موجود، بس نعم. جاوبني، إذا ما كان الاجتماع غير موفق، ما أريد أقول فشل، ليش ما أعلنتوا عن الكتلة الأكبر؟ ليش أعلنتوا عن تشكيل نواة للكتلة الأكبر؟ لأن ما عندكم عدد كافي أهلكم لتشكيل هذه الكتلة. اولا ان سائر القوى السياسيه الاخرى هي عاجزه عن تكوين الكتله الاكبر، وما قام به سائرون يعبر عن نجاح في التفاوض وتقريب وجهات النظر مع الكتل السياسيه التي انضوت تحت هذا التحالف، وبالتالي لا يمكن ان نقول ان هذا التحالف هو فشل او انه ناقص، بل على العكس تماما، انه اللبنه الاولى لتكوين الكتله الاكبر، وهو النواه الحقيقيه، وهذه النواه سوف تنضج وتكبر ايضا من خلال
التفاهمات الأخرى مع التحالف الكردستاني المتمثل بالحزبين الكبيرين في إقليم كردستان، طيب. وأيضا من خلال الحوارات المستمرة مع القوى السياسية السنية، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر، ولا زال الوقت يعني يسمح لنا بالتفاوض مع هذه الكتل السياسية. وأعتقد طيب. أن سائرون وهذا التحالف هو مرغوب أكثر ويتثق به القوى الكردستانية أكثر من أي محور آخر، وكذلك القوى السنية. خليني أروح لائتلاف دولة القانون، أروح للدكتور علي جبار. دكتور علي جبار، أرحب بك معنا من البارحة واليوم. مكتب السيد المالكي يمكن منزل 3 إلى 4 أخبار عن تشكيل الكتلة الأكبر. ليش للآن ما شكلتوا الكتلة الأكبر؟ وليش يروج لفشل اجتماع فندق بابل بقيادة المحور المضاد لمحوركم؟ نعم، شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة زاكروس. تحية لحضرتك. لا زال حقيقة جو التفاهمات قائم بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر هذه المرة الاتفاق السياسي الذي يجري بين الكتل يقوم على أساس البرنامج الحكومة القادم وكيفية انضمام هذه الكتل إلى هذا التكتل، وبالتالي كيف لنا أن ننتج حكومة قوية قادرة على أداء مهامها في ضوء تحديات المرحلة. هذا من جانب. من جانب آخر، أن ما وصلت إليه دولة القانون وبعض الكتل الأخرى هو لا زال في جو التفاهمات، وهناك تطور كبير. لا 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 دكتور، دكتور دكتور مكتب السيد المالكي من البارحة واليوم قلب الدنيا، منزل 3 إلى 4 أخبار راح نعلن تشكيل الكتلة الأكبر بعد ساعة، أجلتوها لليوم من البارحة، ولحد هاي اللحظة ماكو كتلة أكبر، والسيد المالكي حظوظه بعيدة، أو محور السيد المالكي حظوظه بعيدة عن تشكيل الكتلة الأكبر. لا بالعكس، هو يعني ليس الموضوع بهذا الشكل، يعني هو لا زال جو التفاهمات قائم. الكتلة الأكبر التي يراد الإعلان عنها هي التي يعلن عنها في الجلسة الأولى للبرلمان، يعني هذا يعني ضمن السياق الدستوري. أما سيعلن هو ما يعني ما يقال إنه هو من جو تفاهمات حصل بين الكتل وبين من يمثل هذه الكتل. هناك جو كبير من التفاهمات، وكما قلت لك الباب لم يقصد بوجه أحد، لا زال هو الباب مفتوح للانضمام إلى هذا التحالف الذي سيعلن عنه الآن. بالضبط بالضبط، لدرجة أنه السيد المالكي يلتقي بالنجيفي ويلتقي بخميس الخنجر خصومة. خليك وياي دكتور علي جبار، راجع لك أنا بهاي الملاحظة. خلينا نروح لدهوك للحزب الديمقراطي الكردستاني للأستاذ عبد السلام برواري. أستاذ عبد السلام برواري، رحب بك معنا ببرنامج بوضوح. من الأقرب لكم كبيضة قبان الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني الكرد؟ أنتم الآن اللي تتحكمون بمن سيشكل الكتلة الأكبر. بصراحة من الأقرب لكم أي محور؟ محور العبادي، سائرون، الحكمة، لو المالكي، الفتح وجزء من السنة. نعم، تحية لك وتحية للضيوف والأخوات والإخوان، وأبارك العيد المبارك للجميع مقدما. في الحقيقة أنا إذا أريد أكون صريح، الأسماء ليس أحد منها قريب من عندنا، ولا الكتل ولا واحدة قريبة من عندنا. إحنا مبدأ يكون قريب منا أو بعيد عنا. الأقرب الكتل لنا أو أقرب التآلفات هي اللي تعطيني ضمانات بأن التشكيلة الوزارية المقبلة ستكون مختلفة عن المراحل السابقة، وسيتم الالتزام بالدستور. عندما نقول الالتزام بالدستور، الدستور العراقي واضح، يبني لعراق يشارك فيه كل الناس، كل المكونات، لا يتخذ قرار مهم من قبل فئة أو حزب أو طائفة، ويشعر المواطنون بأن هذه الحكومة حكومتهم من خلال توازن في توزيع هذه المناصب. بمعنى الالتزام بالدستور وما يعنيه تفاصيله، ومبادئ المشاركة الفعلية لا الإشراك،
مجرد لإظهار أن هذه الكتلة فيها أكراد أو تركمان، والقرارات المهمة أن لا تتخذ كما كان في السابق من خلال رأي فئة وبعض المتحالفين معها وفرض إرادة على فئة أخرى. هذه هي الكتلة أو هذه الشخصية القريبة منا. تريد مني رأي صريح؟ إحنا عندنا تجارب سلبية مع كل الذين ترد أسماءهم حاليا، ولكن كما قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الرئيس مسعود بارزاني، كما أكدت البيانات المتكررة لاجتماع الحزبين الرئيسيين الذين حصل على حوالي 80 مليون مقاعد كردستان، بأننا آتون إلى بغداد بحماس ونريد فعلا أن نساهم مرة أخرى في أن يستفاد الساسة في بغداد من تجارب الماضي. الذي يؤكد لنا أو الذي يعطينا ضمانات بأن الدستور سيفعل كليا بدون انتقاء، وبأن هذا العراق الجديد الذي يجب أن نعترف بأنه يتكون من مكونات دينية وقومية وطائفية، يجب أن ينعكس ذلك على برنامج الحكومة. نعم، ككرد موحدين، أكو صف كردي موحد حتى أني أروح أتفاوض؟ لو لا الموضوع راح يقتصر فقط على الحزب الديمقراطي الكردستاني. أشوف أنا كشخص، أنا إذا كان في بلد أو مجتمع معين كل الناس لهم نفس الرأي ونفس الانتماء، أنا أتمنى أن لا أعيش في هذا المجتمع. لهذا يعني هل بغداد متفقون جميعا؟ هل الجانب الشيعي متفق كليا؟ هل الجانب السني متفق؟ لذلك أنا تعرفني، يعني أكثر القنوات العربية تسألني هذا السؤال، يعني وكأنها جريمة. أنا أعتبرها إيجابية، أنا أعتبرها تطور في مجتمع لا زال في مرحلة ما قبل الدولة، فيها أحزاب فيها مواقف. ولكن كما تعرف قبل الانتخابات دعا الرئيس البرزاني الكل إلى الدخول في قائمة واحدة، لم تستجب له الأحزاب الصغيرة في السليمانية. بعد الانتخابات دعا المكتبان السياسيين أيضا في بيان وقاموا بالاستعداد لزيارة الأحزاب الأخرى. مع الأسف الشديد قبل أن تبدأ الزيارات أعلنت الأحزاب الصغيرة في السليمانية بأنها ليست مستعدة بحجة الجلوس مع الديمقراطي والوطني بحجة ملاحظاتها على نتائج الانتخابات. الآن تبقى هناك حجة، يعني آخر نداء من المكتب السياسي للحزبين هو أن يفكروا بأن تواجدنا سوية سيعطي بالتأكيد مردودات تفيد شعب كردستان أكثر. من المفترض أن تبدأ بعد عطلة العيد جلسات ولقاءات مكثفة. إذا لم يأتوا فهذا شيء آخر، يعني كل القوى الأخرى في كردستان لديها 13-14 مقعد، الحزبان الرئيسيان عندهم حوالي يعني أكثر من 44 مقعد. إذا كانت بغداد تريد أن شريكا يمكن له أن يقوم بتنفيذ البرنامج الحكومي، شريكا قادرا أن يكون ممثلا لمعظم ناخبي كردستان، فأنا أعتقد حتى لو لم تأتي الأحزاب الأخرى فالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني هم هذا الشريك. طيب خلينا نرجع بلي تفضلت بلي سائرون. دكتور أيمن، شنو رأيك بال44 مقعد؟ ال44 مقعد إذا نضيفها للحكمة الوطنية النصر سائرون، أنتوا رايحين تشكلون الكتلة الأكبر، بالتالي شلون ممكن أنه نرضي حليفنا الكردي اللي إحنا مزعليه؟ بالنسبة إلى سائرون، يعني طرح مشروع الوطني وبرنامج السياسي والحكومي على أساس الثوابت الوطنية. بالنسبة لنا لا نفكر يعني بموضوع الإثنيات والأقليات، نحن نفكر أن تبنى الدولة في المرحلة المقبلة على مبدأ المواطنة. بس ليس هناك شيعي. فرق بين كرديين وعربيين وشيعيين وسنيين. لا أنتوا بتحالف شيعي. بالنسبة شيعي. إلينا ننظر إلى التوازن. نعم. بس أنتوا بتحالف شيعي يعني. لم أسمعك جيدا. السؤال هو أنه تحالفكم النصر سائرون النصر سائرون الحكمة تحالف شيعي. مغالطة كبيرة جدا. شلون؟ نحن لسنا تحالف شيعي. أنا أقول لك كيف نحن لسنا تحالف شيعي. أولا سائرون
عندما أسس هذا التحالف أسسه مع الحزب الشيوعي العراقي ومع أحزاب سنية ومع ناشطين مدنيين، بمعنى أنه شمل جميع الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أي أنه تجاوز الطائفية والشيعية، ولو كان تحالفا شيعي لالتئم التحالف الوطني من جديد ولاكتسح المقاعد وحصل على أغلبية مطلقة، على الأقل أنا أقول أغلبية مطلقة لأن التعداد السكاني للشيعة يشكل أغلبية مطلقة. ولكن المرحلة المقبلة لا تبنى، البلاد لا تبنى لا بالإثنية ولا بالقومية ولا بالمذهبية ولا بالاصطفافات الطائفية. العراق يجب أن يبنى من خلال نظام سياسي، من خلال برنامج سياسي موحد يعمل على إدارة التنوع، التنوع بتمامه بكماله يشمل كل التوازنات الاجتماعية، لا نفكر بتوازنات حزبية ولا نفكر أيضا بتنازلات من أجل الحكم والمناصب لجهة معينة على حساب جهة أخرى. نحن نعمل ضمن الإطار الوطني وفق مبدأ المواطنة، لا نفرق بين أحد من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه، وهذا هو المشروع الوطني. من شاء فليلتحق به، ومن لم يشاء هو حر. إذا استطاع أن يكون كتلة أكبر فليعمل على تشكيل حكومة، ونحن سوف نذهب إلى المعارضة من أجل دكتور تقويم دكتور العمل الحكومي وإنصاف دكتور المواطن أيمن العراقي. دكتور أيمن، مو نفسكم اللي كنتوا جزء من حكومات المحاصصة، نفسكم اليوم اللي اخترعتوا الفضاء الوطني؟ بالنسبة للحكومات السابقة أسست على منهج المحاصصة. زين، أسست على منهج المحاصصة، ومنهج المحاصصة أنتج الفساد السياسي في العراق اللي بموجب هذا المنطق أدى إلى استشراء الفساد في الجهاز الإداري نتيجة المحاصصة، ومن ثم أصبح الفساد نظميا وتخلل في سائر مفاصل الدولة العراقية وأدى إلى انهيار النظام الإداري في العراق، ومن ثم عجز النظام السياسي عن أداء أهدافه ووظائفه، والفساد استشرى في الدولة المركزية، في الحكومة المركزية وفي إقليم كردستان على حد سواء، لانعدام الرقابة البرلمانية وانعدام المعارضة، وأيضا لم تكن هناك قيادات سياسية حازمة قادرة على محاسبة الوزراء الفاسدين أو الموظفين الفاسدين. لكن بنفس الوقت دكتور أيمن، بكل الحكومات حكومات الفساد اللي كنت تتحدث عنها حضرتك، بكل حكومات الفساد اللي كنت تتحدث عنها حضرتك، سائرون أو التيار الصدري كان حاضر وبقوة. خليك وياي، خليني أروح لإئتلاف دولة القانون الدكتور علي. ممكن أجيب على هذا السؤال يعني بعدين بعد، خليني براجع لك وأخليك ترد، ولك حق الرد بالتأكيد. دكتور علي جبار، شنو اللي يعول عليه بمحور السيد المالكي العامري غير العامل الخارجي؟ سمعت أنه ما عندنا ثقة، تجربتنا مرة مع السيد المالكي، بالتالي شنو اللي تعولون عليه أو شنو الضمان اللي ممكن أن تقدمه للحليف على الأقل من أجل أن يكون معك بالكتلة الأكبر؟ نعم، كما أشار ضيفك الكريم، المرحلة الماضية من عمر الدورات الانتخابية وتشكيل الحكومات السابقة لم تبضي إلا المحاصصة وقضية التغطية على الفساد، فهناك تجربة مريرة في إدارة الدولة في المرحلة السابقة، وكانت حقيقة مرة هذه التجربة، واستشرى الفساد واستشرى ضعف يعني بناء الدولة، وبالتالي أصبح يعني العراق متأخر في ظل هذه المحاصصة. أرجع إلى سؤالك، أعتقد يعني علينا الشروع ببدء مرحلة جديدة نستفيد من يعني أخطاء الماضي. وعلينا هو شلون الشروع؟ شلون الشروع دكتور علي جبار؟ شلون الشروع بمرحلة أولاً جديدة؟ أنتم قاعد تشتغلون على التشويش عزيزي، ما راح تقدرون تشكلون الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر رايحة لسائرون النصر والحكمة والوطنية، ما راح تقدرون تشكلون كتلة أكبر. هذا التشويش ليش؟ هذا إذا وفق الإخوان في سائرون والحكمة والوطنية وبعض النصر في تشكيل الكتلة الأكبر، فأعتقد هم أمام مسؤولية كبيرة، إن شاء الله تعالى هم أهل لهذه المسؤولية. يعني لا بأس أن تتشكل الكتلة الأكبر من خلالهم وينهضوا بمسؤوليتهم زاء العراق، ونحن أيضا يعني لم نتخلى أيضا عن مسؤوليتنا في
يعني إدارة الدولة. المسؤولية حقيقة للجميع. العراق يستحق من عندنا الكثير، يستحق العطاء، يستحق التضحية. لا بأس، هو ليس عيبا أن تكون أنت في المعارضة، يعني هل هو هذا عيب؟ بل هو هذا قمة العمل الديمقراطي. يعني سمع العالم كتلة في شفت لافتات كثيرة. لماذا هذا دكتور؟ لافتات كانت كثيرة. حملوها المتظاهرين وبمختلف المحافظات مكتوبة بالخط العريض وبلافتات كبيرة للسيد المالكي كاتبي له ارحل، روح استريح بالمعارضة. ارحل من ما يعني من اين يرحل؟ من الحكم، من السياسة. لماذا يعني السيد المالكي طرح نفسه وهو اليوم حصل على اكثر الاصوات بالانتخابات؟ يعني يعني يؤكد ذلك ضيفك واضيفك الكريم. يعني السيد المالكي حصل على 100,000 مقعد، يعني 100,000 صوت، 100,000 صوت بالانتخابات التي مضت. يعني يكاد يكون هو اعلى من حصل على يعني اصوات ضمن الانتخابات في محافظة بغداد. هذا 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 يعني يعني واقعا، وهذا ما اشارت له بيانات المفوضيه. لا هذا 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 طيب. اي هذا بحد ذاته ممكن انه يكون بمثابه ناقوس الخطر للسيد المالكي. انتخابات 2014 جاب 720,000، هاي الانتخابات جاب 100,000، يعني ايش قد اكثر من 600,000 عراقي ما عادوا انتخاب المالكي. خليك وياي دكتور، خليني اروح للاستاذ عبد السلام برواري. استاذ عبد السلام برواري، يعني حسب بالكواليس انه كركوك مقابل الكتله الاكبر، شنو رايكم كحزب ديمقراطي كردستاني؟ والله انا تعرفني اعلامي سابق واعرف شلون تفبرك الاقاويل بالاعلام. يعني السياسه ما تبنى على ما يقال. احنا على الاقل في قياده الحزب الديمقراطي الكردستاني احنا ما نساوم لا على كركوك ولا منصب. احنا عندنا رؤيتنا، وهذه الرؤيه هي ما تسمى بالشروط الكرديه بالمناسبه، يعني اريد هذا اوضحها. الورقه التي ستعرض على الجهات هي ليست شروط، يعني الكثير يقولون شروط صعبه والكرد يريدون ان يرضخوا. احنا لما نتحدث عن اجراء الاحصاء السكاني، عندما نتحدث عن إصدار قانون النفط والغاز، عندما نتحدث عن تفعيل الإدارة، عن تشكيل مجلس الاتحادي، عندما نتحدث عن حل تنفيذ فلان مادة قانونية أو دستورية، هذه كلها مسائل عراقية قبل ما تكون مسائل كردية. احنا نتصور إذا تم الالتزام بهذا الدستور، بالمناسبة هذا الدستور يعترف بتعددية العراق. هذا الدستور كتب بعد معاناة 100 سنة من فشل مقولة نحن كلنا عراقيون ولا فرق بين عربيين وكرديين، والنتيجة كانت الأنفال وتجفيف الأهوار و ذاك صدام. ليس عيبا أن نعترف بأن العراق متعدد الانتماءات. نعم. يعني المئة سنة الماضية مو بس صدام، عشان 100 سنة العراق فشل في أن يخلق هوية عراقية. حلو، كلام حلو أن نبني برنامج حكومي على مبدأ المواطنة، ولكن قل لي وين هاي المواطنة؟ المواطنة لها شروط حبيبي. يجب أن أشعر أنا ككردي وكمسيحي وكصابئي بأن هذه الدولة تحميني، تنطيني حقوقي، مو تطردني. يعني لما أنا أكون مسيحي وأهجر من بغداد وأنا أكون يزيدي وأنفل وأكون ككردي كما يحدث الآن في كركوك، تمنع لغتي إلى آخره، أي حكومة تريد تقنعني هذا منطلق وطني؟ هذا كلام، هذا شعار. لذلك أنا أستغل هذه الفرصة على أقول شيء واحد. الكل يتحدث عن المحاصصة وكأنها سبب كل الفساد، والكل يتحدث بأننا نريد أن نأتي ببرنامج حكومي وتشكيلة حكومية تضم كل مكونات العراق. طيب هذه المكونات راح تجي وتصوت لك على أي أساس؟ يعني أنت لما تبني ائتلاف، الائتلاف يكون على شروط، يعني كل واحد يطرح بعض الشروح تتضمن في البرنامج، ثم بالنهاية لما تشكل الحكومة سواء على حسب الوزن الانتخابي أو حسب الاتفاق ستوزع هذه المناصب. يعني ماكو بديل إذا تريد العراق يتحول إلى حكومة فئة واحدة. تمام صحيح، لكن إذا تريد تكون حكومة فعلا تقول للناس هاي حكومة المواطنين، فيجب
عليك أن توزع هذه المناصب على الجهات المتآلفة حتى لو كانت كلها أطراف شيعية وأطراف عربية. يجب أن يتم الاتفاق على توزيع المناصب على الأدوار. هذه محاصصة تريد ما تريد، يعني ماكو حل عملي لفئات مختلفة ايديولوجيا لها رؤية مختلفة تلتقي في نقاط مشتركة. لذلك أنا أقول مجرد أن نقول المحاصصة ضد، إحنا ضد المحاصصة وإحنا الوطنية، يا ريت ولكن أنا ما أعتقد هذا الوقت جاي. طيب أنا أريد أقول شيء آخر إذا تسمح لي، يعني تسمح لي، هذا اللي يدور الآن في العراق ليس بعيدا عن المصالح الأمريكية والإيرانية. أنا أتصور حتى الإيرانيين ما يريدون تجي حكومة أو تجي شخصية تحكم وتكون محسوبة على إيران 100%، لأن هذا سيقلب بالأمريكان وغيرهم. والأمريكان راجع لهذا الموضوع أستاذ عبد السلام، من أنياته بشخصية غير مقبولة من إيران. بالضبط، بعد وقت نحكي عن هذا الموضوع. أعتذر لمقاطعتك. خليك وياي، خلينا نرجع، أبقى بعدنا بمشاكلنا خلينا نحلها وبعدين نروح للعامل الدولي والإقليمي بتشكيل الحكومة. خليك وياي أستاذ عبد السلام. هاي المشكلة الرئيسية. أي مشكلة رئيسية، بس على الأقل إحنا أتناولها بالمحور الثاني من الحلقة. أروح لسائرون الدكتور أيمن الشمري. دكتور أيمن، ائتلاف دولة القانون يعولون على هشاشة تحالفكم، تحديدا النصر. سمعت لمح الدكتور علي جبار أنه جزء من النصر، هل حقيقة تحالفكم مع النصر الحكمة الوطنية هش لهذه الدرجة اللي ما ممكن أن تشكل الكتلة الأكبر؟ لو كان تحالفنا تحالف هش لما تم الإعلان عن هذا التحالف بشكل رسمي نواة، ولو كان هذا التحالف والمبادئ اللي استند عليها هشة وغير واقعية وغير حقيقية لما عاد السيد العبادي مرة ثانية إلى أحضان سائرون وجلس مع زعماء سائرون ووقعوا بشكل رسمي على هذا التحالف. هذا التحالف متين ووثيق، ووجهات النظر متقاربة، ليس الآن، هي من زمن بعيد. وما حدث ليلة البارحة هو الإعلان الرسمي عن هذا التحالف، وهو النواة الأولى لتشكيل الكتلة الأكبر، وهو دليل على نجاح سائرون في التفاوض مع شركائه في العمل السياسي، ودليل أيضا على نجاح مشروعه الوطني الذي أصر إصرارا شديدا على أن يبنى وفق المنهج الوطني ووفق منهج المواطنة اللي اعترض عليه الدكتور البرواري. وأنا أستغرب كثيرا مطروحات الدكتور برواري اللي يقول أن النظام السياسي هو مهما يكون هو نظام محاصصة. أعتقد أن لا، مشاركة الوزارية دكتور أيمن على الكتلة، كان يتحدث عن المشاركة. عزيزي الحل بسيط جدا، يعني الحل يعني لا يصوروا، اولا لا صادرون الاراده العراقيه، الاراده العراقيه متمثله بالكل، لا احدد بها جهه واحده، هاي واحد زين. القضيه الثانيه انه اذا كانت تشكيل الكتله الاكبر ومن ثم تشكيل الوزارات على اساس الاستحقاق السياسي، كما يعني هذه البدعه اللي وجدوها بالعراق، انه ايش قد عدد مقاعده كانت تاخذ هالقد وزارات اللي هي مرفوضه الان في منطقه. ماشي دكتور ايمن، انطيني وعد الان، وكلام هذا علمي. ماشي، لا كلامك المقبول، انطيني وعد الان امام المشاهدين، اذا انتم شكلتوا الكتله الاكبر ما راح تاخذون ولا منصب. بالنسبة إلى سائرون يعتقد أن تشكيل الحكومة القادمة هي من وزراء تكنوقراط، ووضع شروط ومعايير ولجان لتحديد الشروط الموضوعية التي تتوفر بشخص الوزير، وكذلك الحال إلى شخص رئيس الوزراء. لم نضع شروطا تنطبق على شخص من سائرون أو من غير سائرون، إنما شروط تتطلبها المرحلة القادمة في قيادة العراق. وأنا أقول أفصلوا الإدارة عن السياسة. إذا كانت الكتل السياسية وعنوان هذه الحلقة هي مطاحن قوم عند قوم مناصب، خذوا المناصب الوزارية فهي مناصب سياسية، ولكن اتركوا الإدارة حرة تؤدي ما عليها تجاه المواطنين، لأن هي الأداة الفعلية للنظام السياسي لتقديم والله الخدمات. هذا الخطاب ممتاز دكتور أيمن، هذا الخطاب ممتاز. صحية يجب ممكن أن تنتبه إليها الدولة ممكن العراقية. ممكن أن جنابك توجه لسماحة السيد مقتدى الصدر، للسيد العبادي، للسيد حكيم، وللدكتور اياد علاوي. أنا مو شخصية سياسية، هي المطاحن. هذا منهجنا وندعو الكتل الأخرى. أي.
هذا منهجنا، وندعو الكتل الأخرى إلى التحلي بالروح الوطنية وترك المناصب والمنافع الحزبية. الوضع في العراق لا يحتمل الحزبية الآن والدفاع عن القضايا الشخصية الضيقة. الوضع في العراق متأزم جدا في سائر العراق، في الإقليم أو في المركز والوسط والجنوب والجنوب. ماشي، خليكوا يا دكتور. العراق أمام تحديات كبيرة جدا، على القوى السياسية العراقية أن تنهض بمشروع وطني من أجل بناء العراق والتعامل مع المواطنين بحيادية لا فرق بين قومية وأخرى. الكل عراقيين والكل يعيشون في هذا البلد. خليكوا يا دكتور أيمن، خليني أروح للدكتور علي. يعني والدليل على ذلك أروح لدولة داعش العراق، تضرر الكرد وتضرر الشيعة وتضرر كل دكتور علي العراقي. دكتور علي، الآن بإعلانكم يوميا عن تشكيل الكتلة الأكبر، سنشكل الكتلة الأكبر، لا المحور الآخر متماسك، قل لي عدديا ايش قد عدكم، من الأقرب لكم ويا منو متفاهمين فعليا؟ نعم، أولا أنا لا يعني لا أتهم التحالف الآخر بالهشاشة كما وضح ذلك لضيفك الكريم الدكتور. ما اتهمت لا أنا لا أتهمهم بالهشاشة. هم يعني يعملون وفق آليات وعمل يعني لا يخلو من الرصانة وفيه من الأداء الجيد. نعم زين. هذا صحيح، ولكن يعني هم أعلنوا يوم أمس أنه سيكون هناك إعلان تحالف، هذا لم يحصل في جلسة البرلمان. شنو تفسر حضرتك؟ شنو تفسر حضرتك؟ نعم، شنو تفسر حضرتك؟ الإعلان عن عزم تشكيل الكتلة الأكبر بعدين طلعوا بينوات الكتلة. سيد الكريم اسمح لي، لا زال جو التفاهمات قائم. جو التفاهمات قائم بين الكتل. قد يكون أثناء الحديث أثناء الجلسة على نقاط معينة على شروط معينة لم يتفقوا، ولذلك رحل إلى آلية جديدة وهو تشكيل نواة الكتل الأكبر والسعي مفتوح للجميع. دولة القانون والفتح هي من جانبها أيضا تقود يعني دعوات للانضمام إلى هذا التحالف، وهناك آلية لإدارة. نعم هناك يعني هناك آلية وهناك برنامج حكومي قادم، نحن نتفق على البرنامج الحكومي. تعلم سيدي الكريم أن من أهم مفاصل الاتفاق الذي لم يعلن عن من هو رئيس الوزراء القادم، رئيس الوزراء القادم ما هي شروطه، ما هي مواصفاته، هذا سيطرح في بعد ما يكون هناك يعني الاتفاق على التحالف الذي سيقود الحكومة في المرحلة القادمة. إن توصلنا على ذلك فهو خير، وإن توصل الأخوة في سائرون والحكمة وغير والنصر وجزء من النصر، أؤكد على جزء من النصر بإعلان. أنا هذا يعني الكلام ليس من علي الغانمي، مني يعني هذا الكلام من السيد الفياض الذي هو في يعني ضمن كتلة النصر، هو ومن معه أكثر من 25 نائب بحسب معلوماتي، أكثر من 20 نائب هو خارج يعني هذا الاتفاق. وهذا يعني أن حينما أقول أنه جزء من النصر فهذا ممتاز يعني، وهذا اللي كنت أقصده أنا، هو هذا اللي كنت أقصده دكتور علي جبار، حتى يتوضح للدكتور أيمن بيسائرون. عموما خليكم، يا خلونا نروح لدهوك للأستاذ عبد السلام برواري. أستاذ عبد السلام برواري، بعيدا عن الدبلوماسية، لا تقول لي ما عندنا شروط، تمتلكون ثلث معطل، أي كتلة تميلولها، أي كتلة تروحون معها راح يروح يشكل الكتلة الأكبر، بالتالي يشكل الحكومة. قل لي شنو شروطكم كديمقراطي كردستاني، وما معقولة بعالم السياسة أنه ما استغل هيك فرصة. يعني اولا انا اشوف، انا ما ادري ليش بس يحشون على شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. يعني البقيه لما يجون يقعدون وياك، يجون يرحبون بيك. احنا انا اعتقد، انا تعرف عشت تجربه مجلس الحكم وكتابه الدستور. نعم، افتخر بان الجانب الكردي بانه كان يعيش من 92 يمارس سياسه. احنا جينا بمشروع متكامل، وكتها الدستور وكتها حتى مجلس يعني قانون اداره الدوله. اليوم ايضا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني انتهوا من تدوين مشروع يتضمن كما قال سعدي بير، انا ما اعرف 27 نقطه. هذه تتضمن رؤيتنا للحكومه المقبله، بمعنى هذه هي النقاط اللي نحن نرى اذا كان البرنامج الحكومي يتضمنها
فهو سيكون برنامجا عراقيا للمواطنة يحقق ما يدعو إليه الأخ الدكتور الشمري بدون أن يوضح كيف. احنا اذا نريد نقول نحكي بحث على المواطنة والمواطنة بدون أن نشرح بدون أن نبين لهذا المواطن شو نريد نقدم له، ما الكلام يبقى إنشاء. الكرد لم ليس لديهم شروط، نحن لسنا في موقع نفرض على الناس شروط، نحن ناس نمارس سياسة واقعية. أنا متمكن من اللغة العربية ولكني ضعيف في الإنشاء، وإلا كنت رددت لك مجموعة من الشعارات. عندما نقول الحكومة المقبلة عليها أن تلتزم أو نرى من الأفضل لها لكي تقود العراق لكي يخرج من هذه الأزمة أن تقوم بالخطوات التالية، أن يكون تعاملها بالشكل التالي. هذا البرنامج الحكومي هو الأساس. ما يحدث الآن حبيبي، يتحدثون عن لقاءات وكتل وقرب كتل، لكن أنا شخصيا وتعرف أني متابع لم أسمع كلمة واحدة عن طبيعة وشكل البرنامج الحكومي الذي يراد أن يتفق عليه الناس. يعني تدعوني إلى تحالف بدون أعرف إيش تعرض، يعني ما يكفي تقول لي راح نحكم للوطنية وراح نتجاوز الطائفية، شلون تتجاوزها السياسة أو يعني تشكيل حكومة؟ كما قلت مرة أخرى يحتاج إلى رؤية، يحتاج إلى منطلقات. هذه المنطلقات لم تتبلور لا عند هذه الفئة ولا عند ذلك، فقط الجانب الكردستاني. وعندما يأتي الجانب الكردستاني متهيئاً يحمل معه رؤياه للبرنامج الحكومي، وأقول مرة أخرى رؤيا بمعنى هذه النقاط ننتظر أن يطرحها الجانب الآخر ونتفاوض عليها، هذا ليس شروط. قل لي أي جانب، أي فئة من الفئة، حتى الأخوة من دولة القانون وسائرون، قدموا برنامج حكومي أو رؤية لبرنامج الحكومي عدا أنه يجب أن نتجاوز المحاصصة، لا فرق بين عربيين وكردين، يكفي هذه الأزمة. زين، هذه أزمة شلون تطلع منها؟ تعين الناس، تفرض ضرائب، هذه الأشياء غائبة. لذلك أنا ما أدري عليش نتفاوض أصلا. إذا أنت ما تعد برنامجك للحكومة وتعرض على الجهات الأخرى حتى تقرر، أنت تسألني دائما منو أقرب لكم؟ أقرب إلنا هو اللي ينطي برنامج حكومي ينطينا ضمانات بأنها هذا سيخرج العراق من هذه الأزمة. أي منهم طرح هذا البرنامج؟ ما حد. طيب خليك وياي، أروح أرجع لي سائر للدكتور أيمن. دكتور أيمن، تردون ما تردون أنتم محسوبين على المحور الأمريكي اللي يقود مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر. هسه أكو اجتماع بمنزل السيد هادي العامري، جزء من النصر موجودين وحاضرين يعني عدائكم لإيران ممكن راح يدفعكم ثمن عدم الاشتراك للحكومة والتوجه للمعارضة. بالنسبة إلى سائرون، أعلن منذ البداية أنه يتعامل مع الدول الجوار والدول الإقليمية على قدم المساواة، كما أنه لا يتدخل بشؤون الدول الأخرى، لا يسمح للدول الأخرى تدخل في شأن الداخلي. وأعتقد أن الخطوة التي حدثت البارحة وإئتلاف الذي حدث أو التحالف الذي كان في فندق بابل هو دليل قاطع على أن زعامات هذه الكتل هي خارجة عن إرادات الدول الخارجية. نحن لا نتعامل وفق المنطق الأمريكي ولا المنطق الإيراني ولا أي منطق آخر، نتعامل وفق المنطق الوطني. صحيح أن هناك تأثيرات وتدخلات في الشأن السياسي العراقي من سائر الدول التي لها مصلحة في بقاء الوضع المجتمعي غير مستقر والوضع السياسي غير مستقر. أكو دكتور أيمن، أكو قيادي بسائرون، أكو قيادي بسائرون كان عنده اجتماع بالسفارة الأمريكية البارحة لو لا؟ أنا لا أستطيع أن أؤكد لك أو هذا الشيء، ولكن بالمنهج يعني وفق منهج سائرون، إذا كانت هي الولايات المتحدة الأمريكية موجودة كسفارة وسائر الدول الأخرى موجودة، أعتقد أن اللقاءات ما بين المسؤولين السياسيين والسفارات يعني هو شيء مباح ومشروع، ولكن لا يمكن أن نحمل كل اللقاءات على أساس تشكيل الحكومة العراقية. نحن لا نسمح بالتدخل بالشأن السياسي الداخلي، وتشكيل الحكومة العراقية سيكون بإرادة عراقية
العراقية أن اتحدت القوى السياسية العراقية على مشروع وطني. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى تستطيع فرض أجندتها على الإرادة الوطنية، وسوف يحترم الآخر وأقصد الدول الأخرى الإرادة الوطنية. ويجب على السياسيين العراقيين أن يعتدوا بنفسهم أكثر وأن يشعروا بأنهم قادرون على قيادة العراق والخروج من هذا المأزق. دكتور أيمن، بس لا تستفزني، يعني ليش ايش دا يسوي كوثران، ايش دا يسوي قاسم سليماني، ايش دا يسوي ماكورك، ايش دا يسوي السفير الامريكي ببغداد؟ مو يكفي شعارات؟ لا شك ان القوى السياسيه بشكل عام، وهذا واضح ايضا في كل الدول، أن لديها صناع قرار يرتبطون بأجندات خارجية نتيجة أما أنها تكون هذه القوى السياسية مدعومة من هذه الدول، أو يعني إذا أردنا أن نتحدث بخصوصية وضع العراق، أكثر الأحزاب السياسية التي جاءت بعد الاحتلال كانت مدعومة من أمريكا ومن إيران ومن سوريا ومن دول أخرى، وجاءوا وأطاحوا بنظام صدام حسين واستلموا الحكم. هذه الدول لا تعمل لسواد عين العراقيين ولا لسواد عين السياسيين أيضا، ولكن تعمل من أجل مصالحها، وهذا هو منطق التعامل في العلاقات الدولية. ولكن نحن نقول إذا كانت هناك شخصيات عراقية، صانع قرار عراقي لديه علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا، مع إيران، مع السعودية، مع أي دولة أخرى، يجب أن توظف هذه العلاقات لخدمة العراق والعراقيين، لا أن توظف لخدمة الدول الأخرى. هذا هو المنهج الذي نسعى إلى تطبيقه. طيب دكتور، أن تكون هناك علاقات، ماشي، نعم، خليك هناك وقت علاقات ما عندي في كل الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. أروح لدولة القانون، وأيضا أسأل عن القرب الإيراني من ائتلاف دولة القانون والفتح. دكتور علي، قاسم سليماني شو يسوي بغداد، هو وكوثراني ودولة، ليش تعولون عليهم بتشكيل الحكومة أو تشكيل الكتلة الأكبر إذا كنتوا أنتوا تمتلكون عدد مقاعد أهلكم وما تحتاجون لإيران أو لأمريكا؟ أوضح لك أمرا أخي الكريم. النتائج الانتخابات التي تمت في 2018 هي يعني كانت بإرادة عراقية بحت، والدليل لم تكن هناك كتلة كبيرة قادرة على أن يلتف الجميع حولها، بل بقى الجميع، هذا هو رأي الناخب العراقي، هذا من المسلمات. بالنسبة للسيد سليماني وكوثراني، أعتقد السيد سليماني هو يعني لا يتدخل كثيرا في الشأن العراقي، ولن يسمح لذلك بالتدخل بالشأن العراقي، ولكن الإعلام يهول بعض الأمور. ما تسمح لك دولة قانون، هو على رأس فريق دكتور مستشفى. دكتور سيد الكريم، دكتور إذا تسمح دكتور تسمح لا هو بس سمح. هو هذا السؤال لو والله لو السيد المالكي مستعد أنه يمنع قاسم سليماني من التدخل بالشأن العراقي؟ لو كان السيد يعني لو كان هناك يعني رغبة وإرادة إيرانية يجتمع وياهم، لكان السيد المالك على رأس الحكومة الماضية حينما حصل على أكثر من 700 صوت في العراق أهل أن يكون الكتلة الأكبر. هذا حقيقة الإرادة العراقية، هذا الموضوع علينا مغادرته. إيران نعم جارة نرتبط معها ارتباطات ثقافية ودينية وعلاقات خاصة، جارة لدينا معها حدود أكثر من 1000 كيلومتر، زين، هذا كلها أمور يعني هذه أمور مهمة بالعلاقات الدولية. إيران تهمها مصلحة العراق، إيران يعني عندما تعرض العراق إلى يعني اعتداء داعش ساعدت العراق في جزء كبير من يعني الدعم، وهذا مشهود وغير منكر، هناك فريق مستشارين وهذا غير منكر، هذا معلن، كما ان هناك يعني بعض المستشارين من طيب. الامريكان وغيرهم، ماشي دكتور علي، معذره لمقاطعتك في قضايا الحرب. اي اي لا لا يعني ولكن اي ماشي ماشي، لا انا ما احكي عن المستشارين العسكريين، هسه قبل كان قاسم سليماني مستشار عسكري، لا تقول لي هسه قاسم سليماني مستشار سياسي، خليك وياي، خلي الختام يكون مع الاستاذ عبد السلام برواري. استاذ عبد السلام، شو تفضلون، حليف قريب من واشنطن لو حليف قريب من ايران كحزب ديمقراطي كردستاني؟ والله كحزب ديمقراطي كردستاني اعتقد موقفنا واضح، اي واحد اذا ما متحامل علينا يعرف احنا نفضل حليف قريب عن الشعب العراقي.
حليف قريب عن معاناة هؤلاء الناس الذين بعد 15 سنة من التحرير لا زالوا يفتقدون إلى الماء والكهرباء، حليف يشعر فيه المسيحي بالأمان عندما يرجع من أبو نواس ليلا ويسكن في الموصل دون أن يهجر ويغرب. احنا هذا الحليف نريده، حليف يشعر باني انا ككردي عندي حاجاتي، انت كصابئي عندك حاجاتك، انت كيزيدي عندك خصوصياتك، يجب ان ابلور نظره وان امارس سلطه تشعر هذا المواطن بان هذا البلد بلده، لا يفكر بشيء اخر. هذا هو الحليف المهم بالنسبه لنا، وسنكون اول المدافعين عن هذا الحليف ضد اي تدخل اجنبي. طيب أنا أشكرك الأستاذ عبد السلام برواري العضو القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، أيضا شكر موصول للدكتور علي جبار مونس عضو ائتلاف دولة القانون، أيضا مشاهدينا شكر موصول للدكتور أيمن الشمري عضو ائتلاف سائرون. شكرا لضيوف الكرام، شكرا لكم مشاهدينا، وصلت معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله.